أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل تجوز خياطة إزار الإحرام من الجنب من الأسفل إلى الأعلى حتى يكون مغلقا من جميع الجهات، أو يخاط عليه حبل مطاط من أعلاه بحيث يمسكه بالخصر؟ يا أخوان، الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا، أتى بالإزار ولفه عليه وثبته بحزام. فأنت اعمل هذا، جب الإزار ولفه عليك وجب حزام وثبته به، واترك الخياطات والطقطقانات وما أدري وش وهالبلاوي اللي الآن يحتالون على لبس المخيط، هذا احتيال للبس المخيط. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.